بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 129. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل جيم جيم سين. استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة عن الحج وبقي له ما يقارب من سؤالين. يقول بأن لي أخ مريض وطلب مني أن أعمل له فريضة العمرة، فهل يجوز لي ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه لا يجوز التوكيل في فرض الحج ولا في فرض العمرة إلا عند اليأس من مباشرتها. فإذا كان هذا المرض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه واستطاعة هذا المريض أن يؤدي فريضة العمرة بنفسه، جاز له أن يوكل من يؤديها نيابة عنه. أما إذا كان يرجى شفاؤه فإنه ينتظر ليؤديها بنفسه، الله الموفق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: في البلدة التي أسكن فيها الكثير من الناس يزورون الأولياء والأضرحة، فهل هذه الزيارات صحيحة أم لا؟ وعندما ينتقل الإنسان إلى رحمة الله وبعد دفنه تخرج النساء بعد وفاته ب15 يوما، وهي عادة، وكذلك إقامة المآتم لمدة أسبوع، هل هذا يجوز؟ كل هذه أمور لا تجوز، وهي من البدع أو من الشرك. فزيارة الأضرحة وقبور الأولياء من أجل التبرك بهم أو دعائهم والاستغاثة بهم، طلب الحاجات منهم، هذه زيارة شركية، وفاعل هذا مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه دعا غير الله، استغاث بغير الله، وصرف شيئا من أعظم أنواع العبادة لغير الله، وذلك هو الشرك الأكبر. وإن درج على هذا واعتاده كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فإن هذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة والعياذ بالله. أما زيارة القبور من أجل الاتعاظ والاعتبار والدعاء لأموات المسلمين، هذه زيارة شرعية وفيها أجر وثواب ونفع للحي والميت، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وأما خروج النساء على الوصف الذي ذكره السائل أنهن يخرجن ويزرن القبر، فهذا بدعة ومحرم شديد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن يقتضي أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز للنساء زيارة القبور في أي يوم من الأيام، واعتياد ذلك وترتيبه كما يقول السائل كله من البدع المحدثة والمحرمات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة نفع الميت فإنها تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، تحج أو تعتمر عنه. هذا الذي ورد في الأدلة أنه يفعل عن الميت وينتفع به الميت، أما زيارتها له فإنها محرمة ومعصية لله ولرسوله، وهي آثمة في ذلك غير مأجورة. وأما إقامة المآتم فهي محرمة وبدعة شنيعة، لأن فيها من المحاذير الشيء الكثير، قد يكون فيها النياحة، قد يكون فيها إظهار الجزع على الميت، ويكون فيها إنفاق للأموال في غير محلها،
إلى غير ذلك. أي إقامة المآتم لا تجوز في الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص متعلم ولم يعمل بعلمه، ماذا يجب عليه؟ لا، المتعلم العلم الشرعي يعمل بعلمه، وإلا فإنه يصبح علمه حجة عليه ويعذب يوم القيامة، لأن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه. والعلم إنما هو وسيلة للعمل، ليس هو الغاية، بل هو الوسيلة إلى العمل. فالعلم إنما يتعلم لأجل العمل، ولا يكون العلم نافعا لصاحبه إلا إذا صاحبه العمل. فالعلم والعمل مقترنان، والعالم الذي لا يعمل بعلمه عليه وعيد شديد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم العلماء الذين لا يعملون بعلمه، استحقوا الغضب من الله لأنهم عصوا الله على بصيره وخالفوا أمره ونهيه وهم يعلمون. الله تعالى عاب على اليهود وأنكر عليهم أنهم لا يعملون بعلمه، قال: كأنهم لا يعلمون. ويناديهم: يا أهل الكتاب، لما يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأدلة من الآيات ومن الأحاديث في هذا كثيرة جدا. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل عوض سوداني ومقيم بالدمام، يقول: فسروا لنا الآية الكريمة في آية في سورة البقرة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأن بعض الناس يزعم أو يفسر هذا الجزء من الآية بأن هناك من الناس هم أولياء يعلمون الغيب، فما الحكم في ذلك أيضا مأجورين؟ ادعاء علم الغيب كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من نواقض الإسلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعي أنه يعلم الغيب يكون مرتدا عن دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا يطلع رسله على شيء من علمه من أجل مصلحة البشر وأمرهم وإنذارهم، ولو لم يطلعهم على ذلك لم يعلموه، وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله جل وعلا يقول لنبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ويقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. والأدلة في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح. السائل في سؤاله الثاني يقول: لإخوة في السودان يدعون أهل قريتهم إلى التوحيد الخالص وترك أعمال الشرك والخرافات والبدع، لكن بعض الأقارب يمنعونهم من عملهم هذا، فبماذا تنصحون هؤلاء مشكورين؟ نقول: الحمد لله الذي وفق هؤلاء الإخوة لدعوة إلى الله عز وجل وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فهذا عمل عظيم وعمل جليل، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله بعث الرسل تنذر عن الشرك وتأمر بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام،
وأما هؤلاء الذين يمنعون الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك فإنهم ضالون مخطئون في هذا خطأ كبير، لأن الواجب عليهم أن يعينوا هؤلاء لا أن يمنعوهم من شيء أوجبه الله عليهم. وهؤلاء شبيهون بالمشركين الذين يقفون في دعوة الرسل إلى الله وينكرون التوحيد ويأمرون بالشرك، الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه، وأن يمكنوا هؤلاء الدعاة من القيام بمهمتهم ويسهلوا طريقهم. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل عوض محمد سوداني مقيم بالدمام يقول: لنا إمام يحفظ القرآن لكنه يعلق في يده تميمة، هل الصلاة وراء مثل هذا الإمام جائزة؟ فإن لم تكن جائزة فما الدليل على عدم صحتها؟ مأجورين. إذا كانت التميمة من غير القرآن كلبس الحلقة والخيط وما أشبه ذلك من التمائم الشركية التي فيها استعاذة بغير الله أو طلاسم وحروف مقطعة، فهذا شرك بالله عز وجل ولا تجوز الصلاة خلف هذا. أما إن كانت التميمة من القرآن أو من الأدعية الشرعية، هذه موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا يجوز تعليقها ولا لبسها وإن كانت من القرآن ومن الأدعية المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم هي شيء يعلق من القرآن لا سيما على الأطفال تقول به العين، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا وعمم في ذلك، فدل على أنه لا يستثنى شيء من التمائم لا من القرآن ولا من غيره، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في يده خيط قال: ما هذه؟ قال: من الحمى. قال: انزعها. قال: من الواهنة. قال الرجل: من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالواجب على هذا الإمام أن يتقي الله وأن يقطع هذه التميمة، فإن لم يمتثل ولم يقطعها فإنه يجب تنحيته عن الإمامة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل طاء عين ميم مصري ومقيم بالمملكة يقول: ما حكم هجران المسلم لأخيه المسلم أكثر من 3 أيام؟ هذا فيه تفصيل: إن كان هجرانه من أجل أمور الدنيا وأمور النفسية وهو مستقيم على طاعة الله أي المهجور، فإن هذا حرام، لا يجوز هجره فوق 3، ويرخص في 3 فقط إن كان ولا بد. ترك الهجر في هذه الحالة نهائيا أحسن وأتم، ولكن إذا كان ولا بد إلى 3 أيام ما زاد عنها فهو حرام، لأن المسلم له حرمة ولا يجوز هجره. أما إذا كان هذا المسلم عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر دون الشرك دون الكفر ونهي عن ذلك ونصح ولم يمتثل، فإنه يشرع هجره. إذا كان في هجره ردع له حتى يتوب فإنه يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولو زاد ذلك عن 3 أيام. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا 50 يوما حتى تاب الله عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم ألف راء يقول: ما هي شروط الإمامة في الصلاة؟ وإذا كان الإمام يلحن لحن جلي في قراءته للقرآن، هل يجب علينا إبدال هذا مثلا الإمام؟ من شروط الإمام في الصلاة أن يكون عدلا وأن يكون حافظا للفاتحة وما تيسر من القرآن، وأن يكون جيد القراءة لا يلحن في قراءته لحنا يحيل المعنى، يحفظ ويؤدي القراءة أداء حسنا لا يكون فيها لحن يحيل المعنى، ويكون عالما بفقه صلاته، يكون عالما بفقه صلاته وما يحتاج إليه فيها من الأحكام الشرعية. هذه من أهم شروط الإمامة، قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. فالإمامة منصب عظيم وله مواصفات شرعية لابد أن تتوفر في الإمام، ويقدم الأمثل فالأمثل.
الأمثل في هذه الصفات الأمثل فالأمثل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: اللقطة بالحرم المدني ما حكمها؟ اللقطة إذا كانت شيئا تتبعه همة أوساط الناس وهي في الحرم إنه لا يجوز أخذها والتقاطها إلا لمن ينشدها دائما حتى يجد صاحبها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فإذا كان يلتزم بذلك يعني يأخذها ويحفظها ويتعرف على أوصافها ثم ينادي عليها حتى يجد صاحبها فإنه يأخذها. نعم جزاكم الله خيرا. السائل رمضان محمد يقول: ما حكم من يشتري محصولا من الحبوب وقت الحصاد بسعر قليل ثم بعد عدة أشهر يبدأ هذا المحصول في الزيادة السعر فيقوم ببيعه بسعر أغلى مما اشترى به، فهل يعتبر هذا من الاحتكار المحرم أو من التجارة المباحة؟ أفيدونا بذلك. إذا كان هذا الطعام لا يوجد إلا عنده، يأخذ جميع حبوب البلد أو يشتري كل الحبوب التي تجلب إلى البلد ويجمعها من أجل أن يبيعها على الناس بغلاء، فهذا هو الاحتكار الملعون من فعله، وهو معصية عظيمة لأنه يضيق على الناس أقواتهم ويضر بهم. أما إذا كان هذا المحصول موجودا عند غيره من الناس وميسور، فلا مانع أن الإنسان يشتري كمية من الحبوب أو من التمور ويدخرها ويبيعها في وقت آخر ينتظر بها غلاء السعر، إذا لم يحصل في هذا تضييق على الناس وجمع لكل ما في البلد أو كل ما جلب إلى البلد. نعم. السائل من جمهورية مصر يقول في سؤاله الثاني بأنه مسافر ولديه طفل وليد ببلده مع أمه ويريد أن يعق عنه، وجده موجود بمصر، فهل أعق عنه في البلد الذي أنا مسافر فيه أو يعق عنه الجد من مالي، أو أنتظر حتى أعود بعد شهرين من ولادته وأعق عنه أنا بنفسي؟ وجهوني بذلك. العقيقة يستحب أن تذبح في البيت الذي فيه المولود والأسرة ليأكلوا منها ويتوسعوا منها ويفرحوا بها ويتصدقوا منها ويهدوا منها إلى جيرانهم، تكون في البيت وفي البلد الذي فيه المولود ولا تكون في البلد الذي سافر إليه الوالد، لأنه لا يتأدى بها الغرض المطلوب لأهل البيت. وكونه يؤخرها إلى أن يذهب هو ويذبحها في بلده أحسن، وإن وكل جد الولد، يعني وكل والده الذي هو جد المولود أن يذبحها في غيابه فلا بأس بذلك ويتأدى بذلك الغرض إن شاء الله. وبهذه المناسبة ننبه إلى أن هؤلاء الذين يطلبون من الناس أن يدفعوا لهم أثمان الأضاحي أو أثمان العقيق العقائق أو أثمان النذور من الذبائح التي ينذرونها ليذهبوا بها أو يرسلوها ويشترى بها في مكان آخر يزعمون أن فيه فقراء محتاجين، أن هذا خلاف السنة خلاف المطلوب، فإن هذه الأضاحي وهذه العقائق شرعت في البلد وفي البيت وفي محيط الأسرة، فإذا ذهبت إلى بلد آخر لم يحصل بها الغرض المطلوب ولم تتأدى بها الشعيرة المطلوبة. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان.